اهلا اهلا اهلا. لا اهلا بجد بقى جدا قوي خالص، لانه لازم نبتدي منين الحكايه. الحكايه بتاعت العاصمه بالمناسبه. اقول لك ليه، انا النهارده من الصبح بدري جدا كنت في العاصمه الاداريه الجديده، وبعدين انا من وقت للتاني فعلا مش انا بعمل كده، بخطف رجلي اروح ابص على العاصمه، يعني انا حاسس انها بتاعتي. بص، هي بالمناسبه هي حاجه بتاعتنا كلنا، يعني مدينتنا، عاصمتنا الإدارية بتاعتنا، ملك المصريين، استثمارات المصريين، فلوس المصريين، عوائد لأجل المصريين. يعني بص عليها بهذا المنطلق، لأنه هي دي الحقيقة وده الواقع. فالمهم أنا رحت أشوف أملاكي في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلم بأمانة والله ودون هزار. فبروح أتفرج، ما هو ده إنجاز جوه بلدي، مدينة كبيرة، عاصمة إدارية جديدة جوه بلدنا، فبروح أتفرج من وقت للتاني. طيب بعد ما بتتفرج يا يوسف، عمليا هو التغيير، مش التغيير، التحديث والتطوير وسرعته في العاصمة مخيفة مذهلة. يعني أنا داخل ببص لسه عند البوابة الكبيرة الحلوة دي، فأنا داخل بقى عمال أبص ألاقي البرج الأيقوني وأبراج حواليها، وبعدين تمشي وتلاقي المسجد على شمالك وتلاقي الكاتدرائية على يمينك وتكمل وحاجات زي كده. طيب يلا بينا نطلع نبص على المبنى بتاع مجلس النواب، طب يلا بينا نطلع نبص على المباني بتاعة الحي الحكومي والوزارات. وبالمناسبة هو تقريبا على حد تصوري باللي أنا شفته بعيني كل الوزارات راحت هناك. أنا فضلت قاعد عمال بلف جوه العاصمة لحد المواعيد بتاعة خروج الموظفين في الحكومة هناك. لأ هي بتشغي بشر ما شاء الله جدا، ومشتركين لهم في باصات تودي وباصات تجيب، حاجة عظيمة جدا. وبعدين قاعد عمال ابص، طبعا انا يعني احب الاكل قد يعني اي حد في الدنيا، طيب محتاج ياكل يعني. وبعدين قلت طيب احنا مثلا لو جينا المجلس النواب نقل على هناك، طب مش يعني هنجيب اكلنا معانا نحطه في شنطه العربيه وبتاع، ولا هنعتمد على البوفيه بتاع المجلس، ولا هنعمل، طب افرض نفسي في اكله معينه. فلقيت مكان كبير، مبنى ضخم مهول، مستثمر يعني ملك ناس مستثمرين، وعاملين فيه صيدليات ومحلات ومطاعم وحاجات وحدوتة. فهنا بدأت أشوف إنه لا، هي العاصمة بالفعل مش هي بالفعل بدأت تنبض بالحياة. طالما بقى فيها رجل، وهنا الرجل بتاعة الحكومة، يعني إخواتنا وزملائنا وأصدقائنا وأهالينا الموظفين اللي موجودين هناك، خلاص كده بقى فيه رجل، بقى في رجل، يعني تبدأ الناس تتشجع أكتر إنه ده هياخد محلات وده هيعمل كذا، والناس هناك بعد كده تبدأ تفكر. أنا هاخدك وأفكر معاك بصوت عالي على كل من لم يتقدم بجرأة وشجاعة للشراء في العالمين الجديدة. النهاردة بيندم. بيندم. ليه؟ فرق السعر خلاص. ده لو نفسك في حاجة مثلا من الحاجات الحلوة اللي على البحر دي، زمان كان حمادة، دلوقتي حمادة تاني خالص، الأسعار في حتة تانية. ده لو أنت نفسك في اللي على البحر، طب أنا نفسي في الصف التاني، طب التالت، ما هو خلي بالك الأسعار بتزيد، إلا الإسكان والمساكن والبيوت والعمارات اللي بالمناسبة تصورناها تقريبا من سنة حلوة حلوة، يعني بتاعت الإسكان الاجتماعي دي أسعارها مهاودة. الأسعار اللي قدام أسعار الشياكة. طيب الله، مش لو كنا من 7-8 سنين قايسنا وحجزنا وتتا تتا بالتقسيط، كان زمان عندنا شقة على البحر، اللي هي أمل حياتي يعني، بالمناسبة ده أمل حياتي أنا وأهلي طول عمرنا يعني في شقة على البحر نفسنا. فالمهم إيه؟ كان زمان في شقة على البحر وجميلة ومطلة على البحر الأبيض المتوسط، ودرجات اللونية المتعددة 4 درجات قدام عينيك، حاجة تفرح. أنا بقول لك ده تاني علشان العاصمة. الحق، حتى كنا قاعدين بنتكلم أنا وأصدقائي اللي كانوا معايا النهاردة، كنا رايحين شلة كده عاملين بنتفرج، أملاكنا بقى، إحنا أحرار يا جماعة، أتمشى في وسط أملاكي. المهم والله بتكلم بأمانة، أنا بتكلم بجد، ده إحساسي الداخلي، ده وسط أملاكي اللي هو إيه، يا فرحة قلبي بإنه ده موجود عندنا، يا فرحة قلبي بإنه دي العاصمة الإدارية بتاعت بلدنا، بتاعت بلدنا يعني بتاعت أنا وأنت. فهم قاعدين بنتكلم، وايه ده وشفت وبسرعه والحق ده مش عارف اعمل ايه. قلت لهم يا جماعه، هو اللي مش هيلحق دلوقتي هتبقى عنده مشكله، ثم انه اللي اتبنى ما يكملش ربع الحق، يعني كل الهلومه اللي انت شايفها دي
أقل من 25% من إجمالي المساحة بتاعت العاصمة. أنا أتذكر لما فخامة الرئيس شرفنا بمكالمة معنا في هذا البرنامج من ضمن المكالمات الثلاث، اللهم اجعلهم 10 و20 و30. المهم إنه حتى كنا مرة بنتكلم على العاصمة الإدارية، فقال إحنا في حتى، قلت له يا فندم يعني اللي اتبنى ده؟ قال لا، لسه اللي لسه ما اتبناش أكتر بكتير. فقلت له طيب ليه؟ قال ما إحنا مش هنعيد اللي اتعمل زمان، إحنا بنشتغل لمية سنة، مش لعشر سنين ولا 20 ولا 30 ولا 40، إحنا بنشتغل لمية سنة، لأنه في أجيال هتيجي بعدينا مش عايزينها تبقى بتحاسبنا. الأجيال اللي هتيجي بعدينا هتبقى شايفة إن إحنا بصينا على المستقبل بتاع الأولاد والأحفاد وأولاد الأحفاد وأحفاد الأحفاد وما إلى ذلك. الجيل بالمناسبة يقاس أحيانا بالعشر سنوات، فأنت هنا بتتكلم على 10 أجيال لقدام. إحنا مش هنبقى موجودين ساعتها، هتبقى كل إجمالي المساحة دي في يوم من الأيام مليانة. ارجع بقى بذهنك 12 13 14 سنة فاتوا، متر العاصمة دي، الأرض دي كانت تساوي كام؟ تساوي عندنا كتير، إحنا مصر أرضنا بلدنا ترابنا ده يساوي مال الدنيا، حلو؟ لكن القيم السوقية، الشغل، البزنس، الفلوس يا حبيبي، لو أنت كنت خدت بعضك وماشي مثلا على طريق العين السخنة، واحد قال لك ايه، بص ده في حتة ارض هناك كده، صوته يخلص، تاخد لك فيها 10 فدادين، انت مش هتسأله بكام؟ تقول له لا طبعا يا عم، ده المتر ب يعني المتر وقتها ما كانش بيساوي فلوس 2-3 جنيه يعني، ده يوم ما كان يتقيم بكده، وما كانش متقيم ولا في التخطيط ولا في البال ولا في دماغ حد اصلا. مهم طبعا كنت هتقول لا، وكانت الجمله اللي اتقال كده، ده لو ببلاش مش هروح، انا ايه اللي يوديني الصحراء؟ الصحراء دي اتحولت لهذه المدينه العظيمه. يعني يا سلام سلم لو عندنا بس اي فوتج كده نعرضه قبل ما نتكلم على قانون الاستثمار، لان الامور مرتبطه ببعض. العاصمه واحده من اهم الاستثمارات اللي عملتها مصر، مش الاستثمار بتاع ان انا طورت المكان وغيرته وقلبته رأسا على عقب وتحول الى واحدة من احدث المدن باذن ربنا سبحانه وتعالى في العالم، لا في العالم بالمناسبة، مش في الشرق الاوسط، لا المسألة اكبر من كده. انت كمان بتستثمر في الانسان، الانسان اللي وهو بيشتغل يصبح لديه جو مناخ مختلف للعمل، الإنسان اللي عايش جو ومناخ مختلف للمعيشة، الإنسان اللي بيتعلم جو ومناخ مختلف. أنت قدام الناس عندما تستضيف السفراء والوزراء والوجهاء والحكومات والرؤساء والأمراء والملوك في العاصمة الجديدة، لما تيجي اجتماعات برلمانية تجيب ناس من البرلمانات بتوع بلاد بره ويخشوا في البرلمان بتاعنا ويقعدوا ويشوفوا اللي بيجرى هنا، هو بيشوف حجم الحراك السريع اللي حصل في مصر. فالمسألة مش بس انه المتر ابو جنيه ولا 2 ولا 3 ولا 10، بقى بألوفات دلوقتي، ألوفات بالمعنى الحرفي لكلمة ألوفات، ألوفات كتير قوي. هنا بنتكلم على الاستثمار بقى، لو احنا عايزين نتكلم على الاستثمار اللي هو فلوس بيزنس رايحة وجاية، لا ده انت تاخد بعضك وروح على العاصمة بسرعة. أنا بكلمك والله العظيم، والله العظيم بأمانة شديدة، المشهد اللي أنا شفته النهاردة ما شاء الله ما شاء الله، لا هي حاجة تفرح القلب الحزين، مش القلب العادي، الحزين، حاجة تفرح، شغل وناس وبشر، مباني تجنن تجنن، الوزارات اللي هناك حاجة تفرح، التصميم المعماري الخارجي، التشطيبات اللي جوه، شكل الناس يا عم بتشتغل بطريقة مختلفة، حياة تانية، دنيا تانية. راجل انت لما بتغير بيتكم من شقة اوضتين وصالة لتلاتة وصالة بتحس ان انت امتلكت العالم واللي فيه. اما لما يبقى في عندك عاصمة إدارية جديدة بهذا الشكل وبهذا التطور وبهذا الاستعداد التكنولوجي، حاجة تانية. طيب الاستثمار، حصلت تعديلات على قانون الاستثمار. طيب
احنا طول الوقت بنتكلم على الاستثمار باعتبار ايه؟ ان احنا لازم نعدل من القوانين الموجودة والمواد المتضمنة علشان اقدر اسهل حركة الاستثمار في مصر واخلق مناخ اكثر واعدية اكثر جذبا. ومن ثم لما بيحصل مناخ اكثر واعدية اكثر جذبا للاستثمار، يبقى انا بعمل ايه؟ عندي بزنس كتير بيفتح، يبقى انا بوفر فرص عمل. ده نمرة واحد، فرص عمل اكتر يعني وظائف اكتر، يعني الناس جيوبها تتملي فلوس بأمر ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى هو كمان عنده قدرة أعلى على الإنفاق وإنه يحسن من حياته ومن ظروفه المعيشية إلى آخره. بطبيعة الحال ده مفيد للفرد ومفيد للدولة، يعني فرص العمل في حد ذاتها مفيد للدولة، ده معناه أن أنا بكبر من الحجم الاقتصادي بتاعي. بس كده لا، ده في كمان الشكل المباشر بتاع زيادة حجم الصادرات. استثمار إنتاج يساوي تصدير. طب يساوي تصدير يعني ايه؟ يعني يساوي خفض في الواردات. كل ما بصدر اكتر ده معناه ان انا انتجت حاجات اكتر بوفي بيها سوق محلي، بقدر اصدر لبره. طب انا وفيت السوق المحلي، اقلل حجم وارداتي، صدرت لبره، زودت حجم الحصلات من العمله الصعبه بتاعتي، وسعت حجم الاسواق بتاعتي اللي انا بتوجه ليها. خلوني هنا اخد معايا على التليفون صديقي وزميلي العزيز سياده النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا اهلا اهلا، وكل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيب استاذ يوسف والساده المشاهدين. عامل ايه؟ سعيد لما تكون مع حضرتك. لا والله عظيم، ده انا ببقى سعيد بك اكتر في المداخلات، يعني ببقى سعيد اكتر. يعني طبعا غني عن ان انا اقول انه من انشط الزملاء داخل المجلس وتحت القبه، وطبعا قريب هنبقى موجودين في العاصمه يا محمد، حته مشوار ما اقولكش. والله انا كنت يفرح. لسه في العاصمه يوم الخميس، وبجد الواحد انبهر من حجم الشغل والوزارات وحي المال والاعمال. والله العظيم حجم العمل في العاصمه الاداريه حاجه مبهجه، وحاجه فعلا تليق بالدوله المصريه في الجمهوريه الجديده. الله يفتح عليك، صح، عندك حق 100%. تعال بقى نروح على تعديلات قانون الاستثمار. ابرز التعديلات ايه؟ وشايفينها الى اي مدى فعلا هذه التعديلات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، تحسين بيئه او تحسين المناخ الاستثماري المصري؟ بص يوسف، هو زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه بتاعت كلام حضرتك عن تعديلات قانون الاستثمار اللي المجلس كان بيناقشها امس، هو بالفعل هو قانون الاستثمار ما ينفعش ناخده بمعزل عن اللي بيحصل اقليميا. طبعا. يعني احنا شايفين حوالينا مدى المنافسه اللي بتحصل اقليميا لجذب الاستثمارات للدول الجوار، ده شق، وده كان سبب عدا ان الحكومه تتحرك وتقدم مشروع قانون بتعديل على قانون الاستثمار اللي تم اصداره رقم 72 لسنه 2017 علشان تهيئ البيئه التشريعيه وتبقى جاذبه اكثر للاستثمار. بالاضافه مش بس التعديلات دي هتصب بس في قصه الاستثمار، لان الاستثمار وتوطين الصناعه هم عملين لوجهه، يعني عملين يعني وجهين لعمله واحده. لان حضرتك مش هينفع تتكلم على توطين صناعه وانت ما بتجذبش استثمارات من بره. مش هينفع تتكلم على اكتفاء ذاتي وانت ما بتجذبش استثمارات من بره. مش هينفع تتكلم على تقليل الواردات وتخفيف الضغط على العمله الصعبه داخليا على الموازنه العامه وانت مش بتزود صادراتك وبتحقق الاكتفاء الذاتي. وبالفعل اعتقد ان مشروع القانون اللي تم قراره الموافقه عليه في المجلس يوم الاحد اعتقد هيكون نقله نوعيه في تاريخ الاستثمار في مصر، خاصه في الفتره الحاليه، وده لعده جوانب. بسبب التعديلات بتستهدف بشكل كبير ان هي تحل بعض الاشكاليات اللي كانت بتواجه المستثمرين. يعني احد تلك الاشكاليات اللي حلها التعديلات موضوع الموافقه الواحده، اللي هي من جهه واحده انت مش محتاج تروح لاكثر من جهه، انت بس تتوجه لهيئه الاستثمار، وهي مفروض بالتوسع فيه بقى اصدار الرخصه الذهبيه وغيره، ان انت بتتوجه لمكان واحد هو اللي بيخلص لك الترخيص والتصاريح اللازمه سواء بقى البناء او اراضي او خلاف. ده كانت اشكاليه حلها التعديل التشريعي الحالي. في جزء تاني برضو التعديل اللي اتقدم في المجلس اعتقد حلها وهيساهم بجذب استثمارات اجنبيه مباشره، الحوافز فيما يخص حتى موضوع الاراضي. انت دلوقتي المستثمر يهمه جدا ان يبقى فيه اراضي متاحه، يعني يمكن التعديل التشريعي
نقدم ان احنا في خلال بعض المشروعات الاستراتيجيه لو قام المستثمر بتقديم اكثر من 50% من قيمه المشروع بعمله اجنبيه ان هو بياخد في خلال 10 سنين اعفاء من المبالغ اللازمه للاراضي مش بيع اللي هي بحق الانتفاع. برضو التعديل التشريعي قدم المرافق للمستثمر يهمه انا المرافق اللي هتوصلها المشروع بتاعي عشان يشتغل او المصنع بتاعه عشان يشتغل. برضو الدوله قدمت في التعديلات التشريعيه حوافز خاصه ان هي مش بس هتساهم بنسبه تصل ل 50% من قيمه توصيل المرافق الاساسيه للمشروع، لا كمان 50% من الاستهلاك اللي بعد ما ينشئ المشروع في استهلاك بقى للمرافق دي سواء من وقود او طاقه كهربائيه وغيره. الدوله هتساهم باكثر من 50% او حوالي 50% من قيمه الاستهلاك او فاتوره الاستهلاك، وده شيء محفز للمستثمرين. كمان جذب بقى الصناعات الثقيله، يعني ما كانش المشروع القانون القائم كان بيسمح لبعض الصناعات الثقيله والحديد والصلب والاسمده وبعض صناعات تكرير البترول اللي هي بتحتاج استثمارات كبيره وبتحتاج طاقه او صناعات كثيفه الطاقه زي ما بنقول، المشروع بيسمح لها دلوقتي ان هي تنشا بنظام المناطق الحره وبتستفيد من مميزات المناطق الحره. وده طبعا ما جاش غير ان الدوله المصريه استطاعت في الفتره الاخيره ان هي تحقق اتفاق ذاتي من الطاقه ووفره من الطاقه، لان انت كنت في فتره من الفترات بعد ثوره 30 يونيو كان عندك مشاكل في الكهرباء، كان عندك مشاكل في الغاز الطبيعي، كنت من كبرى الدول الصادرات في الغاز الطبيعي. دلوقتي احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي اللي هو عد من اهم الوقود للصناعات الثقيله دي، والكهرباء اللي بيحتاجها جميع الصناعات والمستثمرين دلوقتي انت بتقدر تصدر كهرباء، تقدر عندك وفر من الغاز الطبيعي ذاتي وتصدير، وبالتالي يسمح حاليا لتلك الصناعات الثقيله ان هي تنشا بنظام المناطق الحره وتستفاد بالنظام الخاص بالمناطق الحره سواء تكرير بترول او عمليات على الغاز الطبيعي او حديد وصلب او اسمده وبعض الصناعات كثيفه الطاقه، وده بقرار من المجلس الاعلى للطاقه. دي يعني بعض التعديلات اللي تمت على القانون، ده غير الحوافز الضريبيه كمان يعني اللي بتصل من 35 ل 55% بيرجع لك الحوافز نقدا بعد تسليمك للاقرار الضريبي. هي جدا اللي هو يعني خلاص احنا كده اظن ماشيين في طريق معبد واخضر بالكامل يعني لاجل تحفيز العمليه الاستثماريه في مصر. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. طب ده انا هقول لكم حاجه لطيفه، معرفش انتوا فاكرينها ولا لا، احنا بننشئ منطقه اقتصاديه او اسف بننشئ داخل المنطقه الاقتصاديه، احنا هيبقى في عندنا مصنع كبير لتصنيع مكن التصنيع. هو في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اسمها كده. شوف مثلا عشان تعمل عربيه فانت لازم تعمل الشاسيه، ما تستوردش الشاسيه، فين بقى المكنه اللي بتصنع الشاسيه ده؟ انت هتعمل المكنه اللي بتصنع الشاسيه، ادي واحد. طب ما هو ده كده مكنه بتصنع شيء ما، هزيدك بقى من الشعر بيت، هو فين المكنه اللي بتصنع الشاسيه ايضا؟ هي عندك؟ مش عندك، انت بتجيبه زي ما هو. طب انا هعمل ايه؟ ده انا هعمل المكنه اللي بتصنع الشاسيه عندي، يبقى انا هيبقى في عندي مكنه، افترض انها مكنه عملاقه مثلا، هي ولا عملاقه ولا حاجه، مكنه عملاقه كبيره جدا بتصنع مكنه اصغر، هي دي اللي مسؤوله عن تصنيع الشاسيهات. انت بتعمل ده بالمناسبة، بتشتغل على هذا المشروع المهم قوي جدا خالص في المنطقة الاقتصادية بتاعتنا في قناة السويس. ادي واحد. اتنين، انا عايز اسألك سؤال قبل ما اروح الفاصل، مين في الدنيا كان عنده بلورة سحرية بتقوله على فكرة ده في حاجة اسمها الكورونا والكورونا هتيجي سنة 21 وتعمل وتسوي، ولا 2020 اخرها يعني او منتصفها او ربعها الاخير 21 وهيحصل ومش عارف ايه والاقتصاد في العالم كله هيتضرب وهيبقى بعافيه
طب مين كان عنده البلورة التانية اللي قالت انه هيبقى في حرب في اوكرانيا ما بين روسيا وما بين اوكرانيا، وزي ما حضراتكم شايفين اجتماع الناتو بقى وحدوته يعني. لا اظن ان حد كان عنده اي بلورة، ولا اظن ان في اي حد، لا هو اكيد يعني ما فيش حد كان متوقع ان كل ده يجرى، ومحدش كان متصور حجم التداعيات الاقتصادية اللي هتحصل في العالم انها تصل بهذا الشكل. انا مش بقولك الكلام ده عشان اقولك الاقتصاد كله في العالم بايظ واحنا جزء كبير او جزء من العالم وبالتالي نعاني من ده، انا مش بقولك كده لانه ده واقع مش محتاج اقولهولك، لا نعرف الماء بالماء زي ما بيتقال يعني. لكن انا بقولك ده علشان وانا بسألك السؤال ده اروح سألك سؤال فرعي كده، طب هو احنا كنا ليه بنشتغل على الغاز الطبيعي علشان يبقى عندي طاقة، فيبقى عندي وفرة من الطاقة بل وفائض من الطاقة فأعرف أصدر طاقة مش بس غاز؟ طب وأنا كنت أعرف منين إن كل ده هيجرى عشان أروح أعمل مجمعات الإسالة العملاقة اللي هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والشرق المتوسط كله؟ أعرف منين؟ طب هو أنا كنت أعرف منين إنه هيحصل كل ده فأبدأ أشتغل على إصلاح زراعي واستصلاح أراضي وتوسعة رقعة زراعية وتحلية مية ومعالجة مية واللي علشان يبقى في عندي في الآخر خالص أكتر من 4 مليون فدان زيادة على الرقعة الزراعية بتاعتي؟ يعني اللي يعمل كده ده يبقى عارف أنه هتحصل الكورونا وهتحصل الحرب وهيبقى في أزمة في الحبوب وأزمة في الغذاء وأزمة اقتصادية، فأنا لازم أزود قدر استطاعتي وقدر ما أتحمله وقدر ما لدي من موارد إن أنا أزود قدرتي على اكتفاء الذاتي من أي شيء قدر الاستطاعة. فأنا عاوز يبقى عندي اكتفاء ذاتي من الطاقة، كنت أعرف منين إن في كورونا وفي طب أنا عايز أعمل اكتفاء ذاتي في الحبوب والذرة وفي عشان الأعلاف وعلشان كنت أعرف منين؟ طيب هو أنا كنت أعرف منين إن هتحصل الحرب فهيحتاجوا طاقة فأنا هصدر طاقة لأوروبا؟ معرفش، ولا حد كان يعرف خالص، ولا حد كان يعرف. الإجابة هنا بالنسبة لك إيه؟ والله العظيم أنا بسأل يعني، الإجابة بالنسبة لك إيه؟ هل الإجابة هتذهب في اتجاه إنه اتجاه هنا من وجهة نظري ده الاتجاه الإيجابي في التفكير يعني، إنه الاتجاه هيذهب إلى إنه إحنا عندنا رئيس ودولة ونظام ومؤسسات فهمة مشاكل هذا الوطن واشتغلت على علاجه وكانت بتنظر بنظرة بعيدة المدى طول الوقت بصرف النظر هتحصل جوائح تحصل حروب ما يحصلش حاجة، المهم ان انا بلدي يبقى مستقر. خلي بالك لو انا تفكيري طول الوقت في ان انا اهم حاجة عندي بلدي يبقى مستقر ويبقى في عندي معايير للقوة الشاملة وان انا ابقى قدر الامكان بقدر اوفر لنفسي الغذاء وسلع الاستراتيجية والصناعات المهمة فلا اخنق، تاني فلا اخنق، انا كده 100 فل و14 ومطمن وفي بطني بطيخة صيفي حلوة اياها اللي قد كده دي ومسكرة ومرملة وحاجة عسل. والله انا بكلمك بجد، ما هو احنا لما نقعد نفكر كده يعني الرئيس كل تفكيره كان في انه انا افكر تفكير بعيد المدى لسنوات طوال، لازم ازود رقعه زراعيه ولازم اشتغل على قدر الامكان استخدامي واستغلالي للميه واقل قطره فيها ولازم ازود الصناعه بتاعتي وازود صادراتي ولازم عندي اكتفاء ذاتي من الطاقة ولازم أشوف أنا قدراتي في اكتفاء الذاتي للطاقة ممكن تتحول إلى فوائض وهبدأ أصدر. طب هو العالم بيشتغل على إيه؟ على الطاقة النظيفة، ده الأوروبيين فعلا بدأوا يحطوا شروط متعلقة بأقل شكل منتج ممكن تتصوره، بيراجع لك بيقول لك يا ترى هل ترى هو المنتج ده في مراحله المختلفة، مراحل التصنيع مش المنتج نفسه، دي ممكن تطلع شوكولاتاية فبيبص مراحل التصنيع بتاعتها أدت لانبعاثات كربونية قد إيه، هذا المسار التصنيعي كان مسار اخضر بنسبه قد ايه، وعندهم ايه تريبل بلس لا ايه بلس ثلاث مرات ايه بلس اتنين ايه بلس واحده ايه بس، وبعدين تبدا تنزل بقى على البي والسي وحاجات زي كده لحد ما تاخد لون احمر اللي هو بقى يعني دي حاجه وحشه خالص مش عايزين منها. فده معناه ان انت في عندك رئيس جمهوريه شايف كل ده بمنتهى الدقه بمنتهى التركيز. هتيجي تقول لي يا سلام سلم يا اخي، عارف انت الجمله بتاعت احمد زكي الله يرحمه، اقول لك طب سؤال عندك اجابه تانية؟ ما هو الإجابة التانية
ان احنا بقى عايشين بقى في حواديت الف ليله وليله، في بلوره سحريه بنحطها ونشوف الحق ده في كورونا جايه بعد مش عارف كام سنه، اعمل مش عارف ايه، الحق ده في حرب، يبقى احنا كده بنهزر. ما هو الكلام يا منطقي يا مش منطقي، يا واقعي يا خيالات واحلام واوهام وبتاع. اظن ان احنا كلنا احنا مجتمع حاد الذكاء، بل ان احنا مجتمع عنده فائض ذكاء، والله العظيم بتكلم بامان، احنا مجتمع عنده شعب عنده فوائد ذكاء تخض، مش فوائد كهرباء بس، والله عندنا فائض ذكاء. وده اللي هتلاقيه دايما باين علينا فيما نطلق عليه خفه الدم والشطاره والحدقه والفهلقه، كل ده فوائد ذكاء بالمناسبه، دي مش حاجه عيب. واوعى حد يقول لك انه ده عيب، واصل المصريين دول حدقين وبتاع، الحدقه دي فائض ذكاء انت مش عارف بتعمل فيه ايه. خفه دمك وسرعه بديهتك دي فوائد ذكاء. هرجعك على النقطه الاصليه عشان ما انتهش من بعض. ده معناه انه طبعا كان في رؤيه مستقبليه يطلع فيها حروب ما فيهاش حروب، فيها جوائح ما فيهاش جوائح، احنا بنأمن البلد دي وشعبها. طيب ايه اللي يخلي رئيس يشتغل على تصفير مشاكل المنطقة طول الوقت؟ مش عاوزين خناقات، مش عاوزين مشاكل، مش عاوزين حروب، مش عاوزين صراعات، هندير كل شيء على طاولة السياسة وبهدوء، لا داعي ان احنا تبقى كل وجهات نظرنا متطابقة مع كل اللي حوالينا خالص، مش محتاجين ده، لانه التطابق احيانا قد يؤدي لمحاولتك على ارغام الاخر على انه يتبنى وجهه نظرك، لا داعي للارغام، لانه الارغام يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى برضه مشاكل وحده في التعامل. فاذا قد يكون عندنا بعض التباينات في وجهات النظر، مش مشكله، حطها على جنب وخلينا نشوف المشتركات اللي هنشتغل عليها. طب ونشتغل على ايه كمان؟ لازم نشتغل على ان احنا يبقى عندنا تكامل اقتصادي عربي عربي، تكامل اقتصادي عربي افريقي، وافريقي افريقي، هنبقى اجمد ناس في الدنيا. ده كلام ليه علاقه بالواقع والمنطق، ولا عاوزين نروح للكلام بقى بتاع تفتكر كانوا عارفين ان في كورونا؟ مين يا عم اللي كان عارف؟ يا الواقع والمنطق اللي اشتغل بيه الرئيس، يا الأوهام والأحلام والتفاهات اللي بيحاول يروجها الإخوان. وأصلا يعني هو أنت فاكر يعني إن مصر بتصدر؟ هي مصر بتصدر بالفعل وإحنا بنتكلم كده طاقة لأوروبا. كان فين ده يعني؟ أنا مش عايز أطول عليكم، وعندنا حاجات كتير النهاردة، نروح لفاصل ونكمل الكلام. الخبر ده من الاخبار اللي دايما تدفعني للابتسام. انا راجل رياضي قديم، فانا اشجع بصراحه الناس اللي بتكسب واهنيهم وبتاع. زملكاوي بس ما اقدرش ان انا ما اهنيش بصراحه الاهلي على فوزه بالدوري المصري الموسم الحالي. الاهلي عمل موسم حلو بصراحه، لعبه حلو، فاز على سيراميكا كليوباترا، فاز على بيراميدز في المباراه اللي جمعتهم يعني من شويتين كده ضمن منافسات الجوله الثالثه، او اسف سيراميكا اللي فاز على بيراميدز في الجوله 33 من عمر مسابقه الدوري. ال- 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 الاهلي لعب حلو بامانه، والاهلي لعبه حلو مفيش خلاف، وبذلوا مجهود مفيش خلاف، بس احنا لسه في عندنا ان شاء الله ماتش يوم الخميس. احنا منتظرين ماتش الخميس، انا كراجل زملكاوي منتظر ماتش الخميس. هتقول لي يا عم يوسف ما خلاص الدوري، اقول لك طيب ماشي يا جماعه الدوري خلص والاهلي هو اللي خد درع الدوري، وفعلا الف مبروك والله العظيم من قلبي يعني تمام يعني، لكن متبقي له خمس مباريات. انا عارف وفاهم كويس انه الخمس مباريات لو يعني ما حصلش فيهم اي حاجه برضه خد درع الدوري. هو عنده المباراه بتاعه الزمالك ان شاء الله يوم الخميس، عنده مباراه المقاولين العرب، عنده مباراه المصري، عنده مباراه بيراميدز، عنده مباراه حرس الحدود. الحقيقه كمان انه في النهاية أنا بتكلم على نادي من المؤسسة الرياضية المصرية، فلازم في الحاجات اللي زي كده عايزك ما أقدرش أقول لك لازم تفكر بالطريقة بتاعتي، بس بص عليها كده، أنت عندك نادي بيحقق فعلا إنجازات. الأهلي عنده معاد لتحقيق رقم قياسي
في ايه بقى؟ في الخروج بدون خسائر في المباريات الخمسة المتبقية ليه في مسابقة الدوري. وارد انه يعمل ده، وارد، الا انه انا كزملكاوي عايز الزمالك يفوز. ما انا يعني تيجي تقول لي بس يا يوسف اصل، اقول لك وشوف انا راجل فعلا مش هزار، وانتوا عارفين الكلام ده وشفتوه مني بدل المره يجي 10 مرات. انا بشجع الاهلي في اي مباراه بيلعبها بعيدا عن المباريات المصريه، يعني عندما يلاعب الاهلي اي فرقه في الدنيا بشجع الاهلي من قلبي، وببقى متحمس واقف مع زمايلي اطلع في الفاصل ابص على الماتش وايوه ويلا وبتاع وانتهى الحماس. بس انا كراجل مشجع لنادي منافس ابقى بشجع النادي بتاعي وده طبيعي، وابقى نفسي ان هو يكسب وده طبيعي. الرياضه كده يا جماعه، منافسه، فوز، عدم فوز، انا ما بحبش اسمي كلمه خساره دي خالص، مش حد بيخسر، احنا بنلعب رياضه. بس ادي كل القصه. بالمناسبه اللعيبه بتوع الناديين، مش بس بتوع الناديين، لعيبه الدوري، لعيبه مصر كلهم تقريبا اصحاب. غالبا المشكله عندنا احنا. فخدوها ببساطه. ألف مبروك للأهلي على درع الدوري المصري، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله نهني الزمالك يوم الخميس، آمين يا رب العالمين. تعالى بقى أخدك على حاجة من الحاجات المتعلقة بالثانوية العامة. اختبار القدرات بالثانوية العامة يتم تحديده عبر موقع التنسيق. طيب خلونا نفهم اكتر على هذا الموضوع مع سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا يوسف بيه، كل سنه وحضرتك طيب. ازاي حضرتك يا استاذ سيد، كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، نحمد ربنا. الحمد لله على كل حاجه. قول لنا بقى المواعيد بتاعت امتحانات القدرات هنعمل ايه؟ ان شاء الله طلع بيان صحفي النهارده من معالي الوزير دكتور ايمن عاشور بتحديد موعد ومكان واداء اختبار القدرات للطلاب الثانويه العامه الحاصلين عليه هذا العام، ودي اللي هتبدا من يوم السبت 15 حتى يوم 27 يوليو باذن الله. احنا بنخش اولادنا بيخشوا يسجلوا على الموقع، الطالب بيدخل برقم الجلوس والرقم القومي وبيتحدد له ميعاد الامتحان والمكان واليوم والكليه، الطالب طبعا الكليه اللي الطالب اللي بيختارها عشان يؤدي الامتحان فيها. وفي حاجه تانية طبعا، احنا بنبدا اختبار القدرات قبل اعلان نتيجه الثانويه العامه، يعني لان من حق كل طالب دخل الثانويه العامه هذا العام ان هو يقدم اختبار القدرات لو هو عاوز يقدم فيها. يعني ايه انواع اختبارات القدرات يا فندم؟ احنا عندنا اختبار قدرات في كليات فنون جميله، فنون تطبيقيه، تربيه رياضيه، تربيه موسيقيه، تربيه فنيه، وبعض كليات التربيه النوعيه اللي فيها اقسام تربيه فنيه وتربيه موسيقيه. عظيم جدا. الكليات دي لازم عشان الطالب يدخلها لازم يكون عنده المهاره وعنده الموهبه اللازمه، فالامتحان دوت بيقيس قدره الطالب على ان هو يقدر يمشي في الكليه ديت ام لا. عظيم جدا عظيم جدا، تمنياتنا لكل اولادنا باذن الله بالتوفيق في الامتحانات بتاعت القدرات للاولاد اللي ناويين يقدموا فيها. طيب بخصوص قدرات بقى الدبلومات المدارس الفنيه، طبعا ده بالنسبه للثانويه العامه الميعاد اللي هو من 15 لعند 27. احنا بالنسبه للدبلومات الفنيه بيتعمل لهم مرحله قدرات لوحدهم، وكذلك برضو الطلاب الحاصلين على شهادات الثانويه المعادله العربيه والاجنبيه بيبقى لهم برضو مرحله لوحدهم باختبار القدرات. ودي حددت ولا لسه هتحدد؟ لا ده بتحدد بعد ما تجيلنا النتائج من الدول العربيه، لان احنا مرتبطين بنتائج الشهادات المعادله بتجيلنا من الدول العربيه، فمع لما جميع النتائج تجيلنا عشان الطلبه كلهم يقدروا الاختبار مع بعض. يا رب يوفقهم جميعا، يا رب يوفق ويقويك يا فندم ابنائنا جميعا. اللهم امين. اشكرك يا فندم، كل الشكر حضرتك الاستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. اذا ادخلوا يا جماعه شباب الثانويه العامه، خش برقم الجلوس على الموقع، ابدا سيادتك احجز الميعاد بتاعك، او يعني سجل نفسك علشان تخش امتحان القدرات طبقا للكليه اللي انت بتقدم فيها. طيب في حاجه عجباني بصراحه جدا قوي قوي قوي، وده في اطار مساله تنشيط الحركه السياحيه طول الوقت. انت عارف في حاجه اسمها كده ايه، الكونكشن او الترانزيت. سيادتك مثلا جاي من انجلترا ورايح مثلا ابو ظبي، فنزلت ترانزيت في مصر في القاهره،
فمصر بقى ده هتعمل ايه؟ تمنح راكب الترانزيت تأشيرة دخول لمصر لمدة 4 أيام يتفسح ولا ايه؟ اخد رأي الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي ورئيس اللجنة العليا للسياحة في الحوار الوطني لحزب أبناء مصر. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. إيه قصة إنه هيتم منح ركاب ترانزيت تأشيرة لمدة 4 أيام يقدر يدخل مصر وبعدين يكمل رحلته؟ طبعا هو في ضوء الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحة الوافدة لمصر، أصدر معالي دورة رئيس الوزراء قرار إن السائح يقدر يزور مصر من 8 ساعات ل 96 ساعة اللي هم الأربع أيام بدون تأشيرة على خطوط مصر للطيران. يعني لو جاي على مصر للطيران يقدر ياخد تأشيرة الأربع أيام ويلف في مصر. بالظبط، ده المرحلة الأولى. حلو. لأن هيتبعها بعد كده مراحل أخرى. إيه المراحل الأخرى؟ هيكون مثلا التأشيرة دي لمدة 6 شهور هيتم تجربتها على تدفق الحركة السياحية لمصر من خلال مصر للطيران. يعني عمليا هي هتبقى مخصصة على مصر للطيران أو لمصر للطيران تحديدا. إذا استخدم الراكب خطوط مصر للطيران يقدر يحصل على هذه الأنواع من التأشيرات، مرحلة أولى ومرحلة تانية. هيبقى في مرحلة ثالثة ولا إيه؟ ولا كده لحد كده كده تمام؟ لا هي هتبدأ الأول على مصر للطيران ويعقبها الخطوط الأخرى. يعني الأول تبدأ مصر للطيران ثم تعقبها خطوط أخرى أيضا. بالظبط، كتجربة لمدة 6 شهور. عظيم جدا. طب توقع لأن اللي هيكون الضامن للتأشيرة أو لوجود سائح الترانزيت هتكون مصر للطيران. هايل جدا. طب محمد بيه، تصوراتك أو توقعاتك لحجم السيولة السياحية في هذه الحال إيه بعد إقرار وتنفيذ هذه النوع من التأشيرات؟ لا طبعا ده هيعمل إقبال كبير جدا على المقصد السياحي المصري خلال الفترة اللي جاية، ودي من أهم أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وهيكون توافد بلدان كثيرة لزيارة مصر في خلال فترة قليلة. حلو. ده التأشيرة دي أنا هاخدها مثلا 4 أيام لو افترضنا أن أنا مش مصري، يعني ده كده معناها أن أنا أقدر أتجول في كل حتة في مصر. بالظبط، من السلوم يعني لحد أسوان. يعني مثلا هنقول في حد جاي ترانزيت مصر لمدة 8 ساعات، فكان بيحصل ايه الاول؟ بيقعد داخل المطار ويستنى الطياره بتاعته. اوكي، لا هو دلوقتي يقدر يطلع بره المطار، اوكي، ويبتدي يعمل تجول داخل مصر، يروح منطقه الاهرامات، يزور المتحف الكبير، يروح القلعه، يعمل تور كامل في القاهره، يقدر يتفسح في القاهره براحته. وبعد كده يرجع بقى. حلو قوي. او يرجع المكان اللي هو رايح. اوكي، في نقطه ثانيه، ان مثلا الجيست هيجي يقعد 2 أو 3، فهيعمل يوم تور في القاهره وبعد كده مثلا في العالمين مثلا او في شرم او في الغردقه وبعد كده الاقصر واسوان في الموسم الشتوي ويرجع تاني بلده. عظيم جدا. هو ساعتها اللي بيطلب السائح انه انا عايز التاشيره للدخول الى مصر خارج المطار، يعني اخرج من المطار، انا عايزها 1 أو 4، ولا هي في المطلق 4 يفعل بها ما يشاء؟ لا هو بيحصل ان هو قبل ما بيجي بيقول انا عندي مثلا ترانزيت 10 ساعات. فهو خلاص دخل في التأشيرة المجانية. حلو جدا. خلاص انت اوريدي عندك 10 ساعات تزور فيها القاهرة. مثلا انا عندي وقت يسمح لي ب4 أيام اللي هم 96 ساعة. ايوه، فانا ادوني 96 ساعة اعمل تور بقى في المحافظات اللي انا عايز اروحها، يلف وهيص وينبسط. ده يخلق بالزبط. تدفق اعلى. بالظبط. نجحت نشتغل على ال6 شهور، نجحت بالزبط. نروجها على كل خطوط الطيران اللي بتنزل عندنا ان شاء الله. يا رب يسمع من بوقك ربنا. اشكرك جدا يا محمد بيه، كل الشكر لمحمد بيه الكارم الخبير السياحي ورئيس لجنة العليا للسياحة بالحوار الوطني عن حزب ابناء مصر. خلونا نروح والله العظيم عجباني الحركة دي قوي. شوف طبعا انا كده يعني بعت نديم بعت لسه اقول خلونا نروح، بس عجباني الحركة دي قوي فرجعنا تاني.
بصراحة حركة حلوة يعني، الحركة بتاعت ما تبعتش نيدو. طيب مية مية. اهو انا عايز اظبط القميص بتاعنا دي، ما بيقول لي اظبط القميص. فلا هي حركة حلوة وانا اتفق الحقيقة مع محمد بيه انه الحكاية دي تخلق رواج جيد يعني، حتى في اطار الثمان ساعات انا اقدر اطلع بره المطار اتفسح، اروح المتحف المصري، اروح المتحف الكبير اول ما يفتح، اروح متحف الحضارة، اتمشى، اروح اعدي على بازار، ادوق الاكل المصري القاهري زي ما بيتقال، وبعدين بكمل على الديستنيشن او الوجهة بتاعتي. طلعت المسألة اكبر من كده، عندي يومين، عندي ثلاثة، عندي اربعة، بعد كده وصلنا ان شاء الله اذا نجح الأمور وأتمنى أنها تنجح وأظن بإذن الله أنها تنجح، يبقى في عندي بقى خلاص مساحة الست شهور دي بقى إيه، أنا أعرف أروح واجي بمزاجي وانبسط وهيص. دي كلها أفكار والله الواحد يقعد يتساءل، بلاش عشان أقعد يقولك أصل أنت والله العظيم مهزار، هم ما كانوش بيعملوا كده قبل 2011 ليه؟ يعني سؤال عالطاير يعني، لعل حد يجاوبني. يا جماعة والله العظيم الكلام اللي بقوله ولا حطت في دماغي أي تصور سياسي، خلاص انسى أي انحياز سياسي ليه وأي انحياز فكري. أنا عندي سؤال، 30 سنة هدي ولا حاجة، استقرار سياسي أمني هم شايفين أنه كان استقرار اقتصادي ماشي، ما عملناش حاجة زي كده ليه؟ سؤال يعني على الماشي كده على الطاير. أو طب ما اشتغلناش على الرقعة الزراعية ليه؟ برضه سؤال تاني على الطاير. طب ما اشتغلناش على محطات التحلية والمعالجة بتاعة المية ليه؟ سؤال على الطاير. طب ما اشتغلتش ليه على إن أنا يبقى في عندي قاعدة واسعة مهيبة من مجمعات الإسالة بتاعة الغاز؟ سؤال على الطاير. طب ليه ما اشتغلتش على شرق المتوسط وأطلع الثروة بتاعتي اللي فيه؟ سؤال أيضا على الطاير. طب أنا ليه ما اشتغلتش على المواني بتاعتي وأنا بلد لديها المتوسط ولديها الأحمر وثروة من المواني؟ ما اشتغلتش ليه على تطويرها وتوسعتها زي ما أنا بعمل دلوقتي؟ أيوة ليه يعني؟ يعني إجابة منطقية واقعية عادلة، والله لا بتريق ولا بهاجم ولا بتهكم ولا أي حاجة، والله العظيم ورحمة بابا. ليه يعني ما عملناش كده ليه؟ انا بس عايز حد يشرح لي، انا مش فاهم، عقلي وقف، ليه ما عملناش كده؟ انا ذكرت ثلاث اربع اسئله، ثلاث اربع قطاعات منفصله، ليه؟ هو انتوا مش بتقولوا لنا يا جماعه دول كانوا احلى 30 فعلا، مش دول كانوا احلى 30؟ ما عملناش كده ليه؟ ما كانت الفرصه سانحه مواتيه ويا كل حاجه حلوه جميله رائعه ماشي، ما عملناش كده ليه؟ طب انا ما طورتش غاز للمحلة زي ما انا عملت ليه؟ ليه؟ ما عملتش العاصمة الإدارية ليه؟ ما عملتش العالمية ليه؟ ما عملتش منصورة الجديدة ليه؟ ما انا لو عديت لك ال 34 مدينة الحلقة هتخلص. تعال نطلع فاصل، بس حد يجاوبني سايق عليكم النبي. ازيكم بقى مره كمان، عاملين ايه؟ بس خد بالك الخبر ده بقى ايه، محتاج نقعد نفتح مخنا وايه نوسع مداركنا قدر الاستطاعه عشان نفهم. البورصه المصريه كسبت تقريبا 54 مليار جنيه في ختام تعاملات النهارده. طب شو ده؟ اولا 54 مليار ده رقم محترم محترم. طيب تعالى بقى، سهم طاقة عربية قفز قد ايه؟ 1000% وزيادة. انت عارف يعني ايه 1000%؟ يعني 100 ضعف وزيادة. فألغي التداول عليه. اقول انا؟ لا ما اقولش. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور رانيا يعقوب، خبير الاقتصاد واسواق المال. اهلا بيك يا دكتور رانيا. مساء الخير، اهلا بحضرتك استاذ يوسف واهلا بالساده المشاهدين. ربنا يخليك. اولا تحليلك لارباح النهارده ال 54 مليار وشويه.
طيب، هو البورصة المصرية النهاردة ارتدت مؤشراتها بعد مجموعة من جلسات كانت هبطت، وده أمر طبيعي في البورصة نتيجة عمليات جني أرباح، كان في مبيعات من جانب الصناديق، وكان طبيعي إن الأسهم وصلت لمرحلة كان لازم ترتد منها اللي هي بنسميها مناطق ضعف. ولكن بصورة عامة كان عندنا طرح في البورصة المصرية لأحد الأسهم القطاع الخاص وهو شركة طاقة عربية، وحصل امبارح الجاء لعمليات اللي تمت على هذا السهم نتيجة ان كان في عمليات غير معبرة عن السوق والسعر الحقيقي، وكانت اخطاء في عملية التداول، فاتجهت الجهات الرقابية لإلغاء مثل هذه العمليات. والنهاردة تم برضو ومن المتعارف عليه ان لما السهم في اول يوم ليه للتداول على الشاشة بيترفع عنه الحدود السعرية. ماشي. سبب الصعود النهاردة ان السهم صعد، خلينا نقول فكرة صعود سهم طاقة هو بالقيمة الاثنية بتاعته 50 قرش، القيمة العادلة ليه 8.90 جنيه. اول يوم بيتم التداول على اي سهم ممكن يعمل اكتر من 100% وممكن يصعد. النهاردة تم اغلاق السهم على مناطق العشرين جنيه، من بكرة هيرجع تاني للحدود التداول السعرية اللي هي الحدود القصوى اللي هي 20% صعودا وهبوطا. طيب بس حضرتك، ويمكن النهاردة الصعود اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اللي خلى ارتفاع في رأس المال السوقي، واللي سمع فيه ارتفاع فكرة ان رأس المال السوقي للبورصة المصرية صعد النهاردة ما يقترب من 54 مليار جنيه. طب دكتور رانيا، استخدمتي مصطلح كده انا عايز افهمه متعلق بسهم طاقة عربية، قلتي حصل عليه تداول، وقلت تداول ايه، استخدمت كده مصطلح ان هو يعني ايه غير معبر عن غير معبر. ايوه الحقيقيه. يعني ايه تداول غير معبر؟ يعني مين اللي كان بيتداول وبيتداول ازاي؟ خلينا نوضح الامر ده لان في الحقيقه في لغط كبير جدا عند كثير من الافراد. سمعوا النهارده بعض المنشطات الغريبه اللي بتقول لك سهم صعد من نص جنيه ل 500 جنيه فكله جري يشتري. خلينا نوضح الامر ده. في الحقيقه في احد طرق التداول وهي الطريق عن تداول التداول الالكتروني، وفيها العميل بيتداول بنفسه، هو مش بيلجا لشركه السمسره ولكن عن طريق الموبايل ابلكيشن او التداول الاي تريد. العميل هو بنفسه بيبقى عنده فلوس في حسابه فبيدخل يحط طلباته وعروضه بنفسه دون الرجوع الى الشركه او الوسيط اللي بيتعامل معاه. ده نوع من انواع التداول. ففي بعض العملاء امبارح بدون خبره، وخليني يعني يمكن هنا اقول ما حدث بالامس ده بيعبر عن ان في انواع من التداول المستثمر لازم يكون عنده وعي بيها. فالنهارده في واحد اول يوم معروف ان في اول يوم ما فيش حدود سعريه، فاي حد بيعرض بالسعر اللي هو عايزه. فواحد راح دخل طلب 5 اسهم مثلا على 500 جنيه. فده امر او هذا السعر، يعني هذا المستثمر النهارده لما بنيجي نساله وجهات القضيه توجهت طبعا بفتح التحقيق في هذا الامر، بتسال المستثمر لان يعني شبهه التلاعب هي شبهه بعيده، لان عدد الاسهم اللي تسببت في تنفيذ هذا السعر هي اسهم بسيطه جدا، و75 عمليه يعني رقم هزيل جدا. فهذا المستثمر النهارده هتساله طب ايه القيمه العادله؟ مش عارف القيمه العادله. طب انت ليه اشتريت ب 500 جنيه؟ بجرب. فالفكرة العامة ان التجربة دي وان السوق ينفذ بالسعر ده بيدي إيحاء او قيمة غير حقيقية للشركة. ما انا النهاردة عندي عدد من الاسهم مطروح، لما نيجي نقيم الشركة هضربه في سعر التداول بتاعها. هل النهاردة ال 500 جنيه ده هي قيمة عادلة لهذه الشركة؟ بالطبع لا، لان المستشار المالي المستقل حدد القيمة العادلة بقيمة 8.90 جنيه. طب سؤال، هل دكتور رانيا كخبير في أسواق المال بالبلدي كده بلع قصة أصلا أنا بجرب؟ أو طبعا يا فندم، لأن أنا هقول لحضرتك على حاجة، عارف الكميات اللي اتنفذت هي مش كميات كبيرة، 5 أسهم وعشرين، ما هي مش كميات كبيرة بس حضرتك أدرى مني بقى بكتير. يعني اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر، دي البورصة. فأنا النهاردة لما يبقى في عندي 75 بيشتروا على الإشاعة، فال 75 يبقوا 750. إيه هي بقى الإشاعة يا فندم؟ ما هو ما فيش إشاعة. أبو 500. كتير قوي في المصطلح ده.
الإشاعة هنا هي ممكن يبقى توقع في خبر، في أزمة حصلة ففي قطاع هيستفاد منه، في ما هو مثلا لما حد يقول أنا داخل أشتري سهم طاقة عربية على 500 أنا كده بطلق شائعة ما. ما هو ما أنا هقول لحضرتك على حاجة، دايما الشائعة بترتبط بحجم تداول برضه. ما هو لما واحد يشتري 5 أسهم هو ملحقش، فين هنا القوة الشرائية؟ مفيش قوة شرائية، بس هو ملحقش بالزبط. هو بس ضرب بالزبط. إيه ضرب عيار في شنك في الهواء 500 طاقة عربية ب 500. العيار في شنك ده نتيجة حاجة اسمها مستثمر غير مؤهل. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا لما بيبقى عندنا في البورصة عندنا حاجة اسمها الطرح الخاص، بيبقى في أي طرح بيبقى جزء منه طرح خاص للمستثمرين ذوي البلاءة المالية المرتفعة والمؤسسات، وطرح عام للأفراد. الطرح الخاص ده المستثمر اللي بيدخل الطرح الخاص ده بنسميه مستثمر مؤهل وليه صفات معينة. أولا لازم يكون عنده خبرة 5 سنين في التداول، ثانيا لازم يكون عنده قيمة من الأصول تضمن يعني مش أقل من 5 مليون جنيه مثلا. ليه بقى يا فندم؟ لأن ده مستثمر ما ينفعش النهاردة يدخل في نوع من التداول بهذه المخاطرة وما يكونش عنده الخبرة والوعي الكافي. للأسف ما حدث الأمس من عمليات ما هي لا تعبر إلا عن أخطاء في الطلبات من جانب أفراد مش من جانب مؤسسات بكميات بسيطة جدا، وبالتالي أدت أن الأسعار اللي تم التنفيذ عليها هي أسعار بعيدة تماما عن أي قيمة وعن يعني ولا تعبر عن قيمة الشركة. ولو ما كانش تم إلغاء العمليات دي للأسف كان ممكن ده يؤثر على قيمة الشركة اللي مطروحة بصورة عكسية. كويس، ده معناه كده انه هنبدا التداول على السهم بكره ولا هيتوقف شويه؟ لا يا فندم خلاص، احنا النهارده حصل اقفال، يعني الاقفال ده احنا بعد عمليات امبارح ده يعتبر اول يوم النهارده واتفتحت فيه الحدود السعريه. أوكي. وتم اقفال السهم على 20 جنيه من بكره هنتحرك في حدود سعريه 20% صعودا و20% هبوطا، وده امر طبيعي جدا هيتم التداول على السهم من بكره في اطار الحدود دي بإذن الله. طيب توقعاتك لخلال الفترة اللي جاية يا دكتور راني؟ فيما يخص البورصة في الحقيقة خليني أقول لحضرتك أن الأصول المصرية والشركات المصرية المطروحة في البورصة هي شركات بتتداول بأقل من قيمها العادي ومضاعف ربحيتها مقارنة بالشركات نفس الشركات دي اللي موجودة في نفس القطاعات في بورصات أخرى عربية أو في أسواق منافسة حوالينا هي الأقل، فبالتالي هي بتمثل فرص جاذبة جدا. وبرضو يجب ان انا انوه ان مش احنا بس اللي شايفين الاصول المصريه بتاعتنا جاذبه، لا الاهتمام العربي من الصناديق، ويمكن بكره هيتم الاعلان من جانب مجلس الوزراء عن اسلام مجموعه من الصفقات الخاصه بالشركات المصريه اللي هيبقى عليها عمليات استحواذ. أيوه. فده بيؤكد هذه النظره، الى جانب ان المصريين نفسهم من الربع الاخير من 2022 ابتدينا نلاحظ ارتفاع اعداد المكودين في البورصه بصوره كبيره وارتفاع احجام التداول. فخليني اقول لحضرتك ان احنا في هذه الفتره بنتوقع ان السوق يبقى فيه تجميع، وان احنا مع الربع الاخير من هذا العام نبتدي نشوف دوره صاعده للسوق المصري. مساله انه الاسهم المصريه متداوله باقل من اسعارها الحقيقيه، انا قريت الكلام ده تقريبا من حوالي 6 شهور لما قريته، وصححيني ارجوكي، لما قريته كان مكتوب انه يتم التداول على اقل من 30% انها مقيمه باقل 30% من القيمه العادله بتاعتها، هل ده صحيح ولا بتقيميه بكام في الميه؟ ممكن مش كل الاسهم يعني بتتداول بقيم اقل من القيم العادله، ولكن بصوره عامه هي اسهم بتعتبر رخيصه جدا مقارنه بغيرها من الاسهم مضاعف ربحيتها منخفض للغايه. فخليني اقول لحضرتك يعني احنا كان عندنا احد الاسهم بيتم تقييمه لاتمام عمليه تبادل، وده اسهم من الاسهم القياديه كان بيتداول باقل من قيمته فيما يقترب من مستويات ال 30%، وبالتالي ده يمكن اللي بيرسل رساله للمستثمر. النهارده عمر ما هيجي مستثمر يشتري في سوق الاسهم بتتداول قرب قيمها. اصل ده معناه انا هستفاد ايه؟ حلو، ده معناه وصححيني برضو يعني دايما اطلب منك التصحيح، انت الخبيره في ذلك الحقيقه، انه ده معناه انه لو انا افترضنا انا يوسف وعايز اخش على الطروحات الحكوميه، فلما باجي اشتري انا بشتري سهم او بستحوذ على شركه
أو مؤسسة ما أسهمها مقيمة أصلا بأقل من قيمتها، هنقول مثلا 30% أو 20%، وانس أنا أو فور ما أنا أتممت عملية الشراء أنا كسبت الصبح 30% أو 20% أو 15%. لا مش شرط يا فندم انك تاني يوم تكسبهم، ولكن انت بتتوقع، ومش دايما احنا بنشتري الحاجه عشان هي مقيده باقل من قيمتها، انا ممكن اشتري الحاجه عشان توقعات المستقبليه لهذا السهم او هذه الشركه، مش انا لو انا اشتريت ان احنا نشوف عليها صعود في الفتره القادمه. مش لو يوسف اشترى هذه الشركه اللي محطوطه من ضمن ال 32 في الاطروحات الحكوميه، ده معناها ان هذه الشركه واعده وانا مش جاي اشتريها عشان هي غير واعده. كون ان انا اشتريتها واعده ده معناها ان سهمها المفروض هيطلع. المشترين بيشتروا الاسهم عشان هي مقيمه باقل من قيمتها، ولكن ممكن يشتريها عشان توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لهذه الشركه، علشان الشركه دي في قطاع متوقع ليه معدلات نمو كبيره، علشان الشركه دي في قطاع بيستفاد من ازمه معينه، عشان الشركه دي ليها ايرادات مثلا دولاريه بتصدر بالدولار. طيب ما هو يبقى نجاح عملية الشراء أو الاستحواذ أو الطرح إلى آخره يساوي أنه السهم هيطلع هيطلع في كل الأحوال طالما نجحت العملية بتاعت الشراء. بالطبع بالطبع، وخليني أكد لحضرتك، يعني إحنا في العام الماضي في عام 2022 في مارس يمكن تم الإعلان من أحد استراتيجية السيادية عن استحواذه عن مجموعة من الأسهم المصرية. كل هذه الأسهم بعد الشراء بحوالي 6-7 شهور صعدت وعملت مستويات سعرية مرتفعة جدا، في بعضها تعدل 50% و60%. هو ده اللي أنا بقوله، فعشان كده أنا بفكر معاك بصوت عالي، مسألة الـ بالمصري كده الفصال الكتير أكتر مما يجب، مفهوم جدا أنها صفقات وكل حاجة وكله لازم يكسب، بس مسألة أن أنا عايز أكسب بدل الطاق طاقين وتلاتة وعشرة أنا بالنسبة لي بس ما بفهمهاش، لأنه هو السهم كسبان كسبان، أمال أنت جاي تشتريه ليه؟ وأنت جاي تشتريه عشان بتحبني؟ خليني أقول لحضرتك، أنا دايما بقول الجملة دي، اللي بيشتري النهاردة أسهم هو ما بيشتريش الحاضر، هو بيشتري المستقبل دايما. السيولات اللي موجودة في هذه الصناديق والمستثمرين والأجانب بيدوروا النهاردة عندهم فوائد مالية، والنهاردة الكل يعلم أن جميع العملات قيمها بتنزل، فالجميع يبحث عن فرص استثمارية وأصول جيدة بيحط فيها أمواله، علشان مش بس يبص أن الفلوس دي العائد عليها، لا، عشان يحافظ على قيمة هذه الأموال، يحافظ على الثروة طبعا. أنا بشكرك جدا يا دكتور رانيا، كل الشكر ليكي دكتورة رانيا يعقوب خبير الاقتصاد وأسواق المال. طيب تعال نشوف لجنة الإعلام بمجلس النواب. لجنة الإعلام بمجلس النواب تترأسها الدكتورة دورية شرف الدين فتحوا ملف مهم، وهو مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية. واللجنة في توصياتها أوصت بالآتي، أو جزء من هذه التوصيات كان تشكيل لجنة برلمانية حكومية، يعني الاثنين، لمراجعة وضع الاستراتيجية الخاصة بحماية الأطفال من خطر الشبكة العنكبوتية. خلوني هنا أسأل سيادة النائبة أميرة العدلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم أيضا بمجلس النواب، وهي المهتمة جدا بالموضوع بتاع حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية. ازيك سيادة النائبة أميرة؟ مساء الخير يا يوسف، عاملة إيه؟ وأهلا بيك وكل المشاهدين. الحقيقة موضوع حماية الأطفال من أخطار الإنترنت ده موضوع شغلني من فترة طويلة، وخليني بقى أحكي لك الحكاية من الأول. أرجوك. يعني بداية كده، أنا كل الناس كانت بتستغرب إن أنا من خلفية سياسية فليه مهتمة بملف الأطفال، والحقيقة إن ده ملف المستقبل. يعني إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على الأطفال إحنا بنتكلم عن مستقبل هذه الدولة. الأطفال النهاردة غير الأطفال من 20 سنة ومن 30 سنة ومن 10 سنين، بيتعاملوا طول الوقت. مش هتلاقي طفل في مصر في كل حتة حتى في القرى والنجوع اللي معهوش جهاز بإيده عليه إنترنت، فبيروح سايبر بيتعامل مع وسائط مختلفة. صح. فإحنا بنتكلم إن إحنا عندنا أطفال من سن 5 سنين ومن سن 6 سنين ولحد ما بنتكلم ل 18 سنة بيتعاملوا مع الشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت. بيتعرضوا لإيه؟ الحقيقة إن إحنا ما عندناش بيانات،
وده كان جزء من المشكلة اللي أنا شفتها وأنا بعمل ريسيرش عن الموضوع. يعني لما بدأت الحوادث، احنا فاتحين الملف ده في مجلس الإعلام من فترة، لما بدأت الحوادث بتاعت لعبة شارلي وقبلها الحوت الأزرق والحالات اللي حصلت، أنا بدأت أشوف هو احنا عندنا المشكلة فين. بدأت أدور على أرقام ما لقيتش. لقيت مثلا في أوروبا وفي أمريكا عندهم بيانات وإحصائيات إن الموضوع بس مش بيأثر على فكرة إنه إيه الحاجات اللي بيتعرض لها أو المحتوى اللي بيدخل للطفل، لا ده بيؤدي للانعزال، بيؤدي أحيانا للانتحار، حالات الاكتئاب، غير يعني أمراض كتير متعلقة بالصحة النفسية غير الأمراض المتعلقة بالصحة البدنية. فإحنا بقى عندنا تأثير ليه علاقة بالمحتوى اللي بيدخل للولد وتأثيره على نفسيتهم وعلى أفكارهم وكمان على كمان صحتهم الجسدية، سواء بقى الفقرات بتاعة الظهر، سواء عينيهم، أمراض كتير لا تتخيلها. فهل إحنا عندنا، أول سؤال أنا سألته وكان في اجتماع اللجنة الأول، هل إحنا عندنا أرقام وبيانات؟ الحقيقة أنا ما لقيتش. هل الجهات اللي موجودة واللي كانت حاضرة، اللي منها التربية والتعليم، اللي منها وزارة الصحة، اللي منها الشباب والرياضة، اللي منها مجلس الأمة والطفولة، الجهاز القومي للاتصالات، في أرقام؟ لا ما لقيتش أي أرقام. طب اكتشفت في وسط ما احنا في الاجتماع ان في استراتيجيه معموله من الجهاز القومي للاتصالات لحمايه الاطفال من مخاطر الانترنت، هي لسه ما تمش اطلاقها. طب هل هذه الاستراتيجيه مبنيه على بيانات وتحليل معلومات؟ الحقيقه لا. طب انا ببني استراتيجيه وبحط وسائل دفاع وبطور مناهج من غير ما يبقى عندي رصد لحال الطفل وما يتعرض له، نوع المشاكل اللي موجودة، أنا كده مش هقدر كمجلس نيابي وحتى كمواطن إن أنا أقول الاستراتيجية دي نجحت ولا نجحتش. أنا ما عنديش وسيلة لقياس أنا عندي عدد حالات قد إيه، عندي مشاكل من نوع إيه، تصنيفها إيه، الفئات العمرية إيه، عشان أقدر أقول أنا نجحت ولا منجحتش. فأي استراتيجيات أو أي برامج بتتحط من غير ما يبقى ليها أرقام وليها بيانات، فإحنا بنتكلم في أحلام وأمنيات فقط لا غير. المشكلة الثانية ما كانتش بس في الاستراتيجية، كانت كمان إنك بتتفاجئ إن كل جهة بتشتغل وحدها وعندها أفكار مختلفة عن الجهة الثانية وبتطبقها. ويمكن في السياسة إحنا تعلمنا إن بيبقى في حد واحد بيحط الفيجن، بيحط الرؤية وبيحط الاستراتيجية وبيرسم السياسات، وفي جهات أخرى بتنفذ. لكن اللي اكتشفته انه كل حد، كل جهه من اللي موجوده عندها افكارها وعندها البرنامج بتاعها وعندها الطريقه اللي بتشتغل بيها من غير ما يبقى في تنسيق ما بين كل الموجودين. وللاسف يعني كانت جزء من المشكله في المره الاولى وفي المره الثانيه اللي اضطرتنا ان احنا يبقى عندنا توصيه بتشكيل لجنه، انه انت بتسمع طول الوقت انه كل حاجه تمام، تسمع من وزارة التربية والتعليم ان انا عندي 55% من المدارس في مصر فيها مسرح مدرسي، فاللي هو انا بتوقف وانا عضو لجنة التعليم وشايفة بقالي 3 سنين المدارس الحكومية شكلها وحالها عامل ازاي، واحنا عندنا 55% من المدارس الحكومية في مصر فيها مسرح. يعني مبادرة احياء المسرح المدرسي مبادرة عظيمة ومبادرة هائلة وياريت تستمر ويتحقق نتائج وتبقى أفضل من كده 1,000,000 مرة. لكن السؤال، هل إحنا عندنا 55% من المدارس اللي موجودة فيها مسرح مدرسي يعني أو بيمارس فيها نشاط المسرح؟ أنا أعتقد إنه لأ. فأنت طول الوقت بتسمع برامج وبتسمع إنه بيتقالك إن إحنا نفذنا 1, 2, 3، بس أنت مش شايف أي نتيجة ملموسة على الأرض. فكان جزء من التوصيات في المرة الأولى انه المجلس القومي للأمة والطفولة يتولى الملف ويعمل ورشة عمل، خرجنا منها بمجموعة من التوصيات وده تم بالفعل، واشتغلنا على مدار 7 شهور اللي فاتوا. ولما جينا في اللجنة نعرض بقى التوصيات ونعرض جهود نسمع من الجهات اللي كانت حاضرة قبل كده حققت ايه، لقينا نفسنا واقفين برضو عند نفس النقطة ان كل جهه ما زالت بتعمل لوحدها بشكل مفرط، ان احنا لسه عندنا نقص في البيانات وفي الارقام، ان احنا لسه ما عندناش توصيف للمشكله. صحيح اتقدمنا اكتر من خطوه، ما احناش لسه واقفين في مكاننا، لكن لسه مش قادرين نوصف المشكله بشكل صحيح ونكرس كل امكانياتنا عشان نقدر نتعامل معاها ونحلها، لان مش الحل دايما الحجب والمنع،
وانا فاكره كلمتك في الاجتماع الاولاني لما قلت ان الولاد النهارده هم عندهم 6 سنين 7 سنين بيقدروا يفتحوا في البي بي ان اي برنامج واي ابلكيشن واي لعبه هي محبوبه هيقدروا يوصلوا لها. فالحل دايما مش في الحجب او المبلغ، هو الحل ان انا ابقى عارف انا مشاكلي ايه وابقى عندي البرامج اللي ليها علاقه بالتوعيه وبالتاهيل وهتعامل مع الامراض اللي موجوده دي ازاي وهرفع نسبه الوعي ازاي وهعلم الولاد ازاي يبقى عندهم استخدام امن وحمايه للبيانات الشخصيه. لازم يبقى عندي ده، لو انا ما عنديش ده انا مش هقدر اسيطر. واحنا يمكن شفنا من فتره يعني من 2 أو 3 كان في جلسه في الكونجرس الامريكي كان فيها المسؤول عن ابلكيشن تيك توك كان بيتسال في الكونجرس الامريكي عن البرنامج. هو الخطر مش بس بنتكلم على الدوله المصريه، لكن هو الخطر بيواجه كل اطفال العالم ده 100%. كل دوله بتتخذ التدابير الخاصه بيها والبرامج وبتعمل استراتيجيات ويبقى عندها بيبقى عندها منهج في التعامل مع الموضوع في شكل سياسات، بالسياسات دي بيتم تنفيذها من كل الجهات اللي موجوده. طيب أميرة، يعني أولا أنا بشكرك جدا 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 على الاستفاضة، خليكي معايا تقفليش، على الاستفاضة في هذا الموضوع وإصرارك على المناقشة من ساعة ما بدأنا المناقشة في الجلسة الأولى حتى الجلسة اللي مش هقول عليها الأخيرة ولكن الجلسة الثانية اللي اتكلمنا فيها في ده. وأنا أقدر أقول أنه أميرة ويوسف ونواب كتير جدا موجودين جوه المجلس، احنا ما احناش من انصار فكرة الحجب والمنع في المطلق، لانه اي حجب ومنع دائما له باب خلفي تقدر الناس تستخدمه، فدايما يجب ان يكون لدينا بدائل وحلول. اول سؤال بفكر فيه معاكي بصوت عالي يا اميرة بعد اذنك، هو انا ليه ما عنديش ارقام واحصائيات؟ يعني احنا طول الوقت عاملين بنلف جوه الحلقة بتاعت اين الارقام والاحصائيات، فيقولوا لنا اصل احنا ما عندناش ارقام واحصائيات، فانا سؤال ايوه ما عنديش ليه يعني؟ انا مش لاقي اجابه. ما هو ده سؤال بيطرح نفسه زي بالظبط فكره الحجب والمنع، فتكتشف مثلا ان الصين اللي حجبه فيسبوك ان اكتر لغه مستخدمه بعد الانجليزي على فيسبوك هي اللغه الصينيه، ما بتجيبش نتيجه. فتيجي تسال برضو على الارقام فتلاقي ما فيش ارقام، فما هي ليها حاجه من الاثنين، يا اما الارقام موجوده واحنا ما بنقولهاش للجهات او الجهات ما بتطلبهاش، ده جزء، يا اما احنا مش راضيين ومش حاسين بخطوره الموضوع، يعني ما بنشوفش ان الانعزال ده مرض، ما بنشوفش ان الاكتئاب ان الطفل ممكن يبقى عنده اكتئاب، ان ممكن الانترنت ياثر على الطفل ويخليه انطوائي او يزود التوحد عنده. في نواحي ايجابيه كتير من استخدام الانترنت، لكن في اثار سلبيه كتير من استخدام الانترنت. لازم نقيس حدة العنف، هل الأطفال اتأثروا بالعنف لدرجة إيه؟ كل ده وأعتقد وأنا قلته يمكن في اللجنة في المرتين وفي الورشة بتاعة العمل اللي كان عاملها المجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه إحنا محتاجين تعاون، إن إحنا نفتح الباب لتعاون المجتمع المدني، المنظمات والجمعيات اللي بتشتغل في مجال الطفل، لأن ما زال الأمر مسيطر عليه عقلية الموظفين، موظف الحكومة اللي بيتعامل مع الموضوع بطريقه انه نطلق استراتيجيه وبعدين مش مهم بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، هننزل نعمل حفلتين في المدرسه، هنعمل ندوتين للولاد، فاحنا كده رفعنا الوعي والامور بقت تمام. فاحنا محتاجين يبقى في مساحه اكبر في الموضوع ده بشكل كبير، ويمكن العالم بره معتمد على ده، للمجتمع المدني يشتغل اكتر، انه يمد ايديه اكتر. محتاجين، وده اكتشفته برضه في الورشه لما جيت اسال البحوث الاجتماعيه، احنا عندنا ابحاث في الموضوع، فقالوا لي احنا لسه هنشتغل عليه. فانا كنت مندهشه جدا ان هو وانا عندي الحوادث بتاعه العنف بتاعه الاطفال وعندي تاثير الالعاب الالكترونيه عليهم وانا لسه ما اشتغلتش على الموضوع، هو انا مستني يبقى عندي كام حاله زي تشارلي وزي غيره وزي غيره عشان خاطر اتحرك وابدا اعمل بحث وابدا اقيس واجيب عينات وشوف عندي نسب قد ايه واطلع ارقام واطلع توصيات. فالازمه انا شايفاها من وجهه نظري بعد ورشه العمل والجلستين ليها اكثر من شق، شق ليه علاقه بانه احنا محتاجين نفتح مجال اكبر للمجتمع المدني انه يشتغل في الملف ده طبعا، ونشوف التجارب الدوليه في شكلها عامل ازاي، وانه يبقى في جزء بحثي واحنا عندنا معاهد بحثيه كتير تشتغل في الاطار ده وتطلع لنا توصيات ومنتجات، غير ان في جانب مهم
احنا في الجزئيه دي احنا محتاجين نعتمد عليه وموجود امانه الصحه النفسيه اللي في وزاره الصحه. ده مهم مهم قوي قوي قوي. أميرة أنا عايز أشكرك أولا كل الشكر ليكي سيادة النائبة أميرة العدلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب. هي الحقيقة أميرة يعني يقول لك إيه ونكأت جرحا وده حقيقي. بصوا يا جماعة أي حد ممكن يكون بيسمعنا يعني من الناس اللي عاوزة تشتغل على هذه الاستراتيجية ويمكن أميرة عشان استخدمت جملة عجبتني بصراحة، هو احنا هنعمل استراتيجية وبعدين خلاص كده كل صحة وطيبين؟ شوفوا لا الزمن ده ولا البلد دي بقت بتشتغل كده بالطريقة بتاعت ايه وقص شريط الافتتاح وبعدين واحد يبقى واقف وشايل علبة قطيفة كده وفيها مقص. عارفوا ده ملاح لو بيمسك الواحد واحد شغلته في الحياة ان يمسك علبة فيها مقص. اه والله العظيم. وبعدين يروح جاي الشخص ما ويروح جاي بالمقص ويروح قصص شريط الافتتاح وبعدين تلاقي شريط الافتتاح ده انت بقى داخل بقى داخل المكان انا يعني الاقي بتاعه كده عامله زي شاهد القبر وراه صحراء ومكتوب عليه تم افتتاحه في عهد فلان وبحضور علان ورئيس مش عارف ايه ترتان ايه يا جماعه فين المشروع؟ احنا من 2014 تم سن سنة محمودة نحن لا نقص شريط افتتاح على الإطلاق بتاع مشروع ما بدأ يا المشروع شغال المكنة دايرة يا ما فيش حاجة اسمها قصينا شريط الافتتاح. استراتيجية حماية الأطفال هو احنا هنعمل استراتيجية من غير أرقام ازاي؟ يعني فين البحث الاجتماعي اللي يدي لي أرقام؟ مال هبني الاستراتيجية على ايه؟ هي استراتيجي رؤية بعيدة. أنا عشان أعمل الرؤية البعيدة عايز أرقام، ادولي الأرقام. هل مصر عدمت من الباحثين الاجتماعيين؟ إطلاقاً مصر لا تعدم العقول. أنا عايز باحثين اجتماعيين، عايز مشروع واسع للبحث الاجتماعي، وهنا يمكن هزود شوية على كلام الزميلة أميرة العدلي وأميرة زميلة مهنة وزميلة البرلمان، فهزود حاجة ألا وهي ومؤسسة المجتمع المدني في إطار مشروع واسع واضح واضح له بنيان نشتغل على مشاكل الأطفال وبعدين هيبقى جواها الحتة دي مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية ودي مخاطر داهمة شديدة الخطورة وزي ما هي وصفت دي مخاطر متعلقة بمستقبل مستقبل البلد ومستقبل البشرية. فلازم يبقى في عندي حقائق أرقام واضحة إحصائيات دقيقة أبدأ أشتغل على هذه الاستراتيجية. ما عملتش الخطوة الأولى يبقى مش هينفع أبني الثانية. مقدمات تقود للنتائج ده جزء من أسس البحث العلمي. ما فيش نتيجة من غير مقدمة. بيت الروبي شوف النقلة الله العظيم بيت الروبي بالمناسبة أنا أحب بقى اتنين أنا بحب كريم عبد العزيز وبحب كريم محمود عبد الجوز الاتنين. أنا طبعا ما قابلتش كريم محمود عبد العزيز خالص يمكن هو طبعا عشان هو شاب رائع وجميل جدا وأنا راجل عجزت خلاص واشتعل الرأس وشايبا وحاجة صعبة قوي خالص لكن كريم عبد العزيز هو اللي أدي ولا ما ينفعش اقول ان كريم عبد العزيز قد كريم هو سوا بيقول ان هو احنا كلنا جيل واحد. وطبعا انا جزء من محبتي لكريم محمود عبد العزيز ان هو ابن محمود عبد العزيز الله يرحمه. انا بموت في حاجه اسمها محمود عبد العزيز في المطلق في المطلق زي ما بحب احمد عوض جدا صديقي وزميلي العزيز. حلو طيب بيت الروبي تاتش وود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كمان مرة عشان زي ما اقول لك طبعا انا حاسس يعني انا فرحان بمجموعة العمل وفرحان بالكريمين زي ما بيتقال. 82 مليون جنيه مصري في اسبوعين الله اكبر. ايه السر ورا ده؟ خد بالك هو السينما الحقيقة الموسم بتاع الأعياد دايما بتجيب أرقام كبير وأظن الموسم ده كمان موسم ناجح وموسم العيد الصغير كان موسم برضو ناجح وأنا دايما تمنياتي بالنجاح وتحقيق الأرقام لكل الأفلام اللي تتعرض. بس أنا لا أستطيع أن أنكر انحيازي لكريم عبد العزيز كريم عبد العزيز اللي قدنا وأحمد عز أنا أحب الاتنين جدا جدا ممكن يكون علشان جيلي
ممكن يكون علشان هم فعلا ممثلين حلوين شطار قوي. وانا احب دايما، والله انا بتكلم بامانه، الممثل الشاطر واللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه بقى بالوسامه وخفه الدم والاتنين كده، يعني اتنين جنات واتنين دمهم خفيف واتنين ممثلين شطار. انا بتكلم على كريم وعز، حلو في المطلق يعني، ده حديث كده عام. وبعدين انت عارف دايما يقول لك ايه، ما اصل الجان ده تلاقي دمه تقيل، طب دول دمهم خفيف، طب ما بتبقاش موهبتهم قوي، طب دول موهبتهم تجنن. حاجه تفرح تحط بقى في بيت الروبي تحديدا كريمين الاتنين. وبالمناسبه كريم محمود عبد العزيز كمان ليه فيلم اسمه موسى. اللي عاوز يشوف موهبه كريم محمود عبد العزيز يتفرج على موسى. لكن انا هسال هنا بقى ريم القماش مؤلفه برنامج بيت برنامج ايه، معلش المهنه تحكم، فيلم بيت الروبي، ايه سر هذا النجاح الساحق؟ والف مبروك اولا يا ريم. الله يبارك فيك، ميرسي قوي قوي. دي حاجه تفرح جدا. انا مش عارف اذا كنا احنا كنا عملنا قبل كده رقم 82 في اسبوعين ده قبل كده ولا لا، بس لو ما عملناهوش تاتش وود، ولو عملناه يا رب زيد يا رب. ايه سر النجاح يا ريم؟ والله اعتقد طبعا الخلطه اللي انت قلتها، احنا معانا نجمين محبوبين جدا جماهيريا، وهم كمان لما اجتمعوا سوا عملوا دويتو ولذيذ قوي قوي. يعني انا شخصيا اتمنى ان انا اشوف لهم افلام كتير بالتركيبه دي. هم حصل بينهم يعني كده كيمستري فظيعه، صح، لدرجه ان في فعلا ناس كتير علقت ان هم قالوا احنا حاسين ان هم بجد اخوات في الحقيقه، من كتر ما كان في بينهم دايناميك وطريقه كلام سبونتينيوس وظريفه. فغير يعني اصلا الجماهيريه السابقه ليهم، الناس كمان حبت قوي الكومبو اللي هم عملوه في الفيلم. وبقيت بقى العناصر كلها، يعني انت يعني معاك بيتر بيمي ومدير تصوير ورانا يعني حاجات لذيذه قوي قوي ما كناش شفناها قبل كده، بيتهيألي فيلم في طابه وحاجات كده، ففي ميكس لذيذ قوي حصل يعني. انتوا طبعا واضح انه هو فريق عمل، عارفه كده يقول لك ايه، متجانس. بس كمان انت قلتي حاجه حلوه، لان انا كنت دايما الاحظها لما تيجي مثلا تشوف تحديدا في البرنامج بتاع امير كرارة، لما تيجي تشوف هو مستضيف كريم عبد العزيز، طريقه كلام كريم عبد العزيز، طريقه سرد كريم عبد العزيز، افيهات كريم عبد العزيز، حركات وحاجات زي كده حلقه، وبعدين تيجي تشوف برضو مع امير كرارة كريم محمود عبد العزيز، هو انت تحس ان هو اخين كل واحد فيهم في حلقه، يعني تحس ان هم ايه دمهم واحد. ايوه سبحان الله، فعلا فعلا سبحان الله فعلا، ده رايي طول الوقت، هم اكيد قرايب بشكل او باخر، الدم واحد، يعني ممكن نرجع جينيا ل 4000 سنه هيطلعوا نفس الجد مثلا، حاجه زي كده. ممكن يجربوا يعملوا الموضوع، لازم يعملوا دي ان ايه ويجربوا، هيطلعوا قرايب بشكل او باخر. وفي نفس الوقت بيتر ميمي يمكن انا قابلته مرتين، منهم مره في الحوار الوطني، شخص غايه في اللطف، مش بس كمان كمخرج، هو كمان كبني ادم، وبعدين عنده افيه هادي كده تحس ان هو سهون. والله دكتور بيتر ميمي، وده في حد ذاته برضه حدث مهم، يعني الدكتور اللي خد قرار يبقى مخرج ده بالنسبه لي شيء عظيم. وريم القماش كتبت وقدمت، ريم القماش قدمت قماشه حاجة شغل بلاد بره زي ما بيتقال. هو انتوا جمعتوا بعض ازاي يا ريم؟ يعني ربنا يجمعكم على الخير، بس انتوا بجد والله لقيتوا بعض ازاي؟ بص يعني انا ودباح قعدنا مع بيتر وكان عندنا يعني نية ان احنا نعمل فيلم فاميلي ينزل في العيد، واصلا اختيار الجونرا بتاعت الفاميلي دي انت لو فكرت فيها هي مش ناس كتيرة قوي بتحب تستثمر فيها في السينما، الجونرا بتاعت الفاميلي تحديدا. يمكن بيتر مؤخرا بدا يعمل حاجات تارجتنج العيله، زي مثلا فيلم شلبي ومن اجل زيكو، الحاجات دي هي عائليه مش كوميديه يعني، صح. لان خصوصا النوع بتاع الافلام العائليه ما بيبقاش معتمد على كوميديا، ما بيبقاش ان انت بتجمع بتعد عدد الضحكات اللي في الفيلم، انت بيبقى الهدف بتاعك في الاول وفي الاخر او ولائك الاول والاخير هو ان انت تحكي القصه وتحكيها مظبوط، لو حكيتها مظبوط فالناس هتتفاعل معاها، هيعيطوا هيضحكوا وهيفكروا وكل الحاجات دي.
ف يعني قعدنا انا ودبيح طلعنا كذا لوج لاين، بس احنا مجرد ما قلنا اللوج لاين بتاع بيت الروبي يعني بيتر من فورا راح قال هو ده، وتحمس لدرجه ان هو كلم كريم عبد العزيز يعني في لحظتها حكى له اللوج لاين، وكريم تحمس لان هم حتى يعني اسقطوا ده على حياتهم الشخصيه، ان هم طول الوقت بيفكروا ان هم عايزين مش عارفين ايه الصح والغلط، وان تنزل السوشيال ميديا في التعامل مع عيالهم ساعات بيحسوا ان هم عايزين يخبوا عيالهم من كثر المؤثرات الخارجيه. يعني ايفن كبيرنس هم تفاعلوا مع الفكره يعني. بس ومجرد ما يعني ما خدنا الجرين لايت ان احنا نكتب، طلعنا اول درافت، ومن اول درافت بقى بدا كل الناس تبقى هاندز اون. يعني زي ما انت قلت بيتر هو ستوري تيلر شاطر جدا وعنده سنس اوف كوميدي كده خطير جدا. وهو الحقيقه اضاف حاجات كتيره قوي كوميديه في الفيلم ظريفه. كريم وكريم هم يعني خلوا الكاركترز تبقى حيه صح. يعني فقعده الترابيزه الاولانيه كده اوتوماتيك على طول هم جابوا لسان الشخصيه. وكريم عبد العزيز طبعا يعني اكيد يعني انا مش محتاجه اتكلم عن كريم عبد العزيز، بس هو عنده قدره كده انه يتنقل ما بين المراحل المختلفه للشخصيه بطريقه بسيطه جدا، اللي هو انت ما بتبقاش فاهم هو عملها ازاي. يعني كريم عبد العزيز عنده مشكله كبيره، بكلمك بجد بقى، انا بشوفها مشكله. كريم مقنع، كريم اقنع كل زوجات مصر ان نادي الرجال السري حقيقي. ايوه هو الارك كمان بتاع الشخصيه في فيلم بيت الروبي بيتعرض لتغييرات كتيره جدا، من شخص رافض السوشيال ميديا تماما وبيحاول يحمي عيلته لشخص فجاه بيبقى اندر سبوت لايت. فانت بتشوف ان هو ما عملش اي مرحله من مراحل الشخصيه باستعانه على الاطلاق. هو جاب كل المراحل بطريقه ما تفصلكش او ما تحسش فيها مبالغه، او وفي نفس الوقت انت حاسس كويس قوي بالتغيير اللي حاصل في الشخصيه من حاجات بسيطه قوي هو بيعملها بطريقه كلامه بالبادي لانجوج والى اخره يعني. صحيح. فكانت لا يعني كانت تجربه اكيد ممتعه، واحنا مبسوطين برضو ان يعني انا ودبيح طبعا ان النوعيه دي من القصص يعني الجمهور تحمس لها. طبعا طبعا، يعني انا عشان كده بقول لك انا اشجعكم جدا قوي خالص على الفاميلي موفيز جدا، والفاميلي موفيز في هوليوود حاجه يعني عظيمه وتجيب فلوس بالهبل وحدوته. فدايما اقعد استغرب احنا ليه مش بننفست، ليه مش بنستثمر في الفاميلي موفي او الفيلم العائلي ده، الفيلم الحلو اللي بنتلم عليه كلنا سوا وناخد بعضنا ونروح ونتفرج. وبعيدا كمان عن نوع الفيلم، انا اعتقد ان الفيلم ده اثبت ان الناس محتاجه تسمع حدوته حلوه طبعا، يعني مش بس ان هم يشوفوا عربيات بتنفجر او ضحك او معرفش ايه، هم الناس في الاول وفي الاخر عايزين حدوته حلوه ايا كان الاطار بقى اللي انت هتحكي بيها، يعني رعب ولا اكشن ولا اي حاجه. بس يعني انا ألذ كومنتات جاتنا كانت ان الناس بتقول احنا طلعنا من الفيلم بنفكر، وألذ كومنتات انا شخصيا جات لي كانت من بنات صغيره، يعني بنات عندهم 12 13 سنه. فانا بالنسبه لي فكره ان احنا اصلا قدرنا نعمل منتج يوصل للسن ده، انا بالنسبه لي دي يعني خلاص كده. والله انا اقول لك الف مبروك وبرافو، وكملوا كده ارجوكوا، ويا سلام سلم لما تكملوا بنفس المجموعه، يعني ممكن يبقى في جزء تاني مش عارف. انا احب الحاجات اللي من النوع ده، يعني دوسوا يا ريم. اشكرك جدا والله، وتحياتي ليكم جميعا، كل الشكر لريم القماش، كل الشكر لبيتر ميمي، كريم، كل فريق كريم وكريم، كل فريق العمل. لا خلينا كريم عبد العزيز الحقيقه، يعني اولا عايز بس اقول لكم حاجه، انتوا عارفين احنا الناس اللي هي زي حالاتنا يعني اللي في سن دول، احنا بيسمونا كده دلوقتي، ده عالميا بيسمونا جينيريشن اكس. احنا جينيريشن، اولا ده برضو ده التقييم العالمي، يقول لك ده الجينيريشن او الجيل اللي رافض الاعتراف انه كبر في السن. وبالمناسبه هو ده حقيقي، احنا رافضين ده ومستائين جدا من شعرنا اللي عمال يضرب في ابيض وبتاع، ودقن الليث الابيض اللي زي حالاتي كده. عارفين انتوا كرتون الليث الابيض؟ طبعا الاجيال الجديده دي ما تعرفهاش، الناس اللي قدي بس. فاحنا جينيريشن اكس، واحنا الجينيريشن اللي بيشوف نفسه الجينيريشن او الجيل الذهبي طول الوقت، يعني احنا جبنا الديب من ديله. بس بامانه هو احنا جبنا الديب من ديله، انا مش بتكلم على بتاع، بتكلم علينا كجيل. احنا جيل عدى بالبشريه قفزه قفزه يعني. وجيل بيحترم بعضه جدا، مش بكلمك على مصر، انا بكلمك على جيل من البشر يحترم بعضه جدا ويقدر تجربته جدا. هنا بقى هرجعك على كريم عبد العزيز اللي هو فعلا مقنع.
وبعدين كريم اللي هو ايه بيرمي الإفيه كده او الموقف، تحس ان هو ايه هو بيتفرش من غير ما تاخد بالك. عارف انت لما تجيب رول موكيت او المشات طويلة كده اللي في طرقة بيتكو دي وتبقى لسه جاية من المغسلة كده وحاجة عظمة ومتنشفة مظبوط وبتاع، وبعدين تروح فاردها فتلاقي راحت جايبة الطرقة في لمسة واحدة من اولها لاخرها. ده إفيه كريم عبد العزيز، وده جزء من اداء كريم طول الوقت، اداء شديد السلاسة بالغ النعومة، فعلا مش هزار. يعني كريم حبوب ورومانسي انت مصدق ومقنع، كريم بطل وملحمي مصدق جدا انت وهو مقنع، كريم بيضحك وبيرمي الإفيه بلذاذة وبعدين هو عنده إفيهات، يعني هو شيك في بص انا بحبه في المطلق فعلا، يعني في هو وعز بصراحة حبوب جدا. اقول لكم ايه، انا مش عايز اطول في القصة دي عشان حسيت اني بتكلم على جيلنا اكتر مما يجب، ومش عايزكم تعتقدوا ان ده تشكيرا في نفسي، وان كنت انا اشكرني جدا على رأي عمرو عبد الجليل، واحب اهني نفسي واشكرني ومش هقدر انسى اللي وقفوا جنبي في حياتي اللي هم انا طبعا ده برضو عمرو عبد الجليل، او عمرو عبد الجليل ده حدوتة، لأن كده هضيع وقت الحلقة. بقول لكم ايه، تعالوا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل يوم الاثنين الرائع والجميل مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا. اهلا 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 بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بفضيله الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. منورنا مولانا. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. ربنا يخليك مولانا. هل ينفع حد يسوف او يماطل في حقوق ومواريث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدق ربنا عز وجل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي قال إن الله لم يدع أمر المواريث لنبي ولا لولي ولكن تولاها بنفسه فيعطوا كل ذي حق حقه. وبعد، أنا أقولها بصراحة، في موروثات بيئية من بعض أفعال جاهلية بفعل أعراف لا تمت إلى صحيح الإسلام بصلة، وبالذات فيما يمس أحكام ما بعد الموت من الوصايا والمواريث. في بيئات بتهضم حقوق المرأة أو تأكل أموال اليتامى ظلما بمبررات شيطانية، مع أننا إذا نظرنا إلى آيات المواريث في سورة النساء سنجد يوصيكم الله وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله. مفيش كلام بعد كده، ده إيه ده؟ سبع آيات يعني فيها هذا كله. فبعض الناس يستولي عليهم الطمع والجشع، ويأتي الشيطان بتبريرات أو تزويرات، ودي مشكلة خطيرة جدا موجودة للأسف في بلاد الإسلام الذي ينص دينهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله سعادتك بصفتك نيابي وإعلامي ربنا يديمك فيما أقامك فيه، لو أتيت بجهابزة أساسة القانون الدولي والدستور ليضعوا دستورا للبشرية لن يجدوا مثل ما جاءت في أو ما جاء في هذه الآية. طبعا شوف 3 و 3 6 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى
يبقى قال لك هنا الاول العدل أيوة. والاحسان وايتاء ذي القربى، المقابل ينهى عن ايه؟ الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون، مانع الميراث، مماطل الميراث، مسوف الميراث، على نقيض هذا. ان الله يامر بالعدل وبيتعامل بالظلم، بالاحسان ويتعامل بالجحود. ان الله يامر بالاحسان بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، هو بيهجر ويقطع ذي القربى او ذي القربى. ما تيجي للثلاثه المحظورات، ينهى عن الفحشاء، منع الميراث من اكابر الفحشاء، يبقى ينهى عن الفحشاء والمنكر، اتى باعظم الجرائم المنكر. ثم يختم ربنا البغي، لانه بغى على حقوق الناس طمعا وجشعا بالمماطله والتسويف. والغريب بقى والعجيب والمحير، قد تجد عليه سمت التعبد للشعائر، يهرول الى المسجد ويذهب يؤدي الحج والعمره ويعفي اللحيه ويقصر الثوب ويمسك مذبحه ويلبس عمامه ملونه، وبعدين تلاقيه يمنع اخته من الميراث. ما تزعلش مني، انت من وجه ابل وانا من وجه ابل، انا من الجيزه اخر جنوب الجيزه وسيادتك من اسيوط اصلا، اليس كذلك؟ مشكله لا تقل عن 80% في الصعيد وفي مطروح وسيوة وسيناء ومناطق شعبية ومناطق ريفية. يقول لك لا نعطي المرأة ميراثها، ده المال هيروح لإيه؟ للغريب. وتكون المرأة في أمس الحاجة إلى هذا الميراث من أبيها، خدت بالك، أو أيا كان بقى، أو من أمها، ويأتي الوغد، أيا كان الوغد، ويمنعها ميراثها وهي في مسيس الحاجة، وقد لا تتكلم حياء. ممكن يبقى مثلا هو بيرى انه ده بحسن النوايا، لا، يخشى يخاف الى اخره. طب انا عايز استأذن، هطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل. ما بين النظرية والتطبيق، او الواقع النظري والواقع العملي، توجد حلول صح؟ ان شاء الله. استأذن، انا عايز افهمها ونشرحها للمشاهدين، ولكن بعد الفاصل. بارك الله فيكم. هاخد فيهم مسألة معالجات نظرية واقتراحات عملية. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بمعضلة المواريث، وبالمناسبة المعضلة دي بتطول مسلمين ومسيحيين في مصر، ما تفكرش ان هي مقصورة على المسلمين فقط، لان اخواتنا اهل الكتاب في المواريث يتحاكمون الى الشريعة الاسلامية، لانها الشريعة العامة للدولة. حضرتك بالنسبة لمعضلة التسويف والمماطلة في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم من المواريث، وبالذات الصغار والنساء. الصغار وايه؟ والنساء. اول حاجه حضرتك، احنا عندنا تتابير احترازيه وتتابير زجريه، واقول لك على اقتراح غير مسبوق. ماشي. التدابير الاحترازيه، لابد من تكثيف الوعي المسجدي من الدعاء في الازهر الشريف اللي هي اداره الوعظ، وطبعا ائمه وزاره الاوقاف، وتناوله بالتحليل والزجر والآيات اللي احنا قلناها في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله، وهكذا. يجب أيضا المؤسسات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، وأيضا المجلس القومي للمرأة، والحقيقة لهم نشاط يعني كويس، يعني لا نقلل من تأثيره وأثره، بس يحتاج إلى قوافل مع المجلس القومي للمرأة في البلاد. يعملوا قوافل زي أيام ما كانت الدكتورة السفيرة مشيرة خطاب، كانت بيجيبوا قوافل. والحقيقة أنا كنت معاه، بس ساعتها احنا كنا ضد الإرهاب،
كانت تجوب الجمهورية أيام الدكتور السفيرة مشيرة. فإحنا عايزين نكثف هذا الأمر لأن لا يليق بمصر اللي هي بلد المواطنة والمدنية أن يكون فيها هضم. وأنا بقول لحقوق مين؟ النساء والصغار يعني اليتامى دول، ومع أن ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دي اسمها تدابير احترازية وقائية. في تدابير زجرية اللي هي إنزال عقوبات تعزيرية بإجبار المماطل والمسوف بتمليك وإعطاء هؤلاء الحقوق المنصوص عليها في القرآن الكريم، لأن المواريث مقدرات شرعية لا تقبل لا تبديل ولا تغيير، هكذا في الماضي والحاضر والمستقبل مسلمات شرعية لا تقل قوة عن المسلمات العقلية. ماشي. أنا بعد قلت لك العقوبات التعزيرية إجباره والحبس والغرامة وإسقاط عدالته وإسقاط مرؤته، كل من يماطل أو يسوف في المواريث هكذا. أما اقتراحي المتواضع ضمانا لتنفيذ العدالة في المواريث للصغار والنساء، أقترح وأناشد السيد المستشار النائب العام وطبعا وزير العدل الموقر بإنشاء وحدة خاصة لتنفيذ الأحكام فيما يتعلق بالمواريث، بدل ما يروح المواطن أو المواطنة أو الصغير أو كفيل الصغير في دهاليز محاكم وأمد يطول ومراوغات وتسويفات، يكون في وحدة لها الضبطية القضائية. أرجوك تتبنى ده في مجلس النواب، ضبطية قضائية في وزارة العدل تنفيذ أحكام المواريث ضد المماطلين والمسوفين، وهذه الوحدة يلجأ إليها بدون تعقيدات وبدون ما أنت عارف اللي بيحصل يعني في دهاليز معينة من بعض، مش هقول الكل، المحامين وأشباه المحامين وتعطيل وما تعطيل الكلام ده. أناشد سيد وزير العدل مستشار عمر مروان، وأنا رجل أحبه وأعتقد به مرة وأناشد طبعا السيد المستشار النائب العام، ونبارك حتى في الهيئة القضائية الجديدة ربنا يقيم بهم العدل إن شاء الله. فأناشدهم إنشاء وحدة تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بالمواريث. يا ميسر الأحوال، أنا بشكرك جدا جدا يا مولانا، الوقت جري كمجرة العادة، نورتنا وشرفتنا، والاقتراح بصراحة حلو يعني إيجابي كده وهينفعنا كتير. على كل، خلونا نشكر مرة تانية فضيلة الشيخ الدكتور، ما تتبنى في مجلس النواب، هتبنى وعد، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر، نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي يقيم الأفراح والليالي الملاح احتفالا بفوز الأهلي بحصوله على درع الدوري. مبروك كريم، ومبروك لكل الأهلوية، وبرضو مبروك للكرة المصرية وللرياضة، ده شيء جميل ورائع. كريم جاي مش راقب العنق، يسرع الخطى، خطواته واسعة، يكاد يقفز يطير من على الأرض. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن، اصبروا علينا يوم الخميس بس. سلامات.